المغرب فوق برميل بارود والملك في أحضان ملاكم. عنوان مقال في مجلة الإيكونوميست البريطانية مسلط الضوء على اختفاء الملك في أحضان مصارع منحرف والعلاقة المشبوهة التي تربط محمد السادس بالإخوة الزعيتر الذين سيطروا على الملك وعلى مقدرات الشعب المغربي. في هذا الصدد نشرت صحيفة الإيكونوميست البريطانية تقريرا خطيرا عرى تفاصيل مثيرة، وأكد هذا التقرير أن إقامة محمد السادس المطولة خارج المغرب باتت مقلقة للنظام المخزني في وقت تشهد فيه المغرب احتجاجات شعبية كبيرة ضد الجوع والوضع الاقتصادي المزري. وأبرز التقرير أن لقاء محمد السادس بالإخوة الزعيتر سنة 2018 كان نقطة تحول في حياته الخاصة بعد أن أصبحوا أسرته الثانية، خصوصا مع منحهم الكثير من الصلاحيات، حيث أصبح الإخوة الزعيتر يرافقون الملك في رحلاته، كما حصلوا على منازل وشركات داخل المغرب، ولديهم تفويض مطلق باستخدام القصور الملكية، واستمتعوا بأسطوله من السيارات الفاخرة. ويتحكم الإخوة الزعيتر بمن فيهم الأخ الأكبر أبو بكر المسبوق قضائيا في المسؤولين، كما يمكنهم التحدث نيابة عن الملك. أكد كاتب المقال أن الاحتجاجات التي بدأت في الظهور في أفقر مدن المغرب تنذر بانتفاضة شعبية خطيرة وإلى حدوث انقلاب وشيك وانقسامات داخل القصر الملكي، والتي تعكس وجود صراعات بين النخبة الحاكمة في المغرب ومحيط الملك أيضا. كاتب المقال الصحفي نيكولا بيرام استطاع الوصول لضباط في الأجهزة المخابراتية والعسكرية وصلت لأزيد من 30 جلسة حوار. هذا ما يؤكد حجم التذمر من سياسة الحكم داخل المغرب الذي يسير به محمد السادس الدولة المغربية. فهل أوشك النظام العلوي على الانهيار؟